الحضارة والتاريخ. من أول طلقة ضربت في مروي قوات المتمردة من برمان صوب مروي. حي الجيش السودان ونحيي السيد البرهان. الكلام ده يوم الثلاثاء، هنالك ما لا يقل عن 50 أسرة وقال مزول من التشييد بتاع المغارة. إن العدو بعد ما انكسر في كانت محاولات من بعض الأفراد العدو التسلل. العديد من الشباب المتطوعين. شغل شنو جاي وين ماشي وين؟ قوات الدعم السريع احتلت المنطقة حقتنا. برضه كان بالمقابل حي يقول والله برضه قوات جوية سودانية جات احتلت المطار بهذا الشكل. تمارين بيكون فيها دولتين. كيف الحركة دي كانت بدون تنسيق مصر؟ أجسادنا تبقى لو سد رجالة نوصل الحد للرهيفة تنقر من غيرنا.